كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في حوار أجراه الكاتب الصحفي محمد السيد صالح رئيس تحرير المصري اليوم وأميرة صالح محررة الشؤون الاقتصادية عن كواليس لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية وسبب اهتمام الرئيس بقواعد البيانات والتعداد السكاني. السيد الرئيس كان عايز يطمئن لأن ده مشروع ضخم وهو مهتم بقواعد البيانات جدا، فكان التعداد هو بيوفر أكبر وأشمل قاعدة بيانات عن السكان وخصائص مساكنهم وعن المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وأجار قديم وأجار جديد وملك وخالي ومشغول وحاجات كثيرة جدا الدولة تحتاجها، وأيضا المنشآت. وفي إطار اهتمام الرئيس بقواعد البيانات كان استدعائي لأن احنا يتعرف السيد الرئيس على الإجراءات النهائية اللي شغالة في التعداد.